الحصة بتبدأ وملاك ما وصلت. تلقونها بمهمة سرية كالعادة. تقول لنا سرية آخر شيء تكب العفش كله. أنا كنت حاسة الملاك بتغيب اليوم. هنوف قدرتها الخارقة إنها تحول أي موضوع عن نفسها. هي أنا ملاك، أي مشكلة أواجهها أقتل راعي المشكلة وبيه. والله لو تدري أنك ملاك بنصلي عليك اليوم. حبيبتي أنا ما أخاف إلا من ربي، وأصلا ملاك ما تزعل مني. هو أخيرا وصلت ملاك، شوفوا كنت أبغى أراعي مشاعرها بس لأنها حساسة. بنات ليش مكفرين الباب؟ هذا جورا، كم مرة قلنا لك هذا شباك مو باب، بعدين هذا مفصلك حتى. شاهانة تدرين كنت أحسبك بنت. ولا جملة تقولها طبيعية. تمام، علب فطور المدرسة جاهزة. ماما ملاك للحين ما قامت، تبي نطعنها؟ لا، وبعدين يا عيد وسعيد لازم تتعرفون على عيال في المدرسة عشان تصادقونهم. احنا ما نحتاج اصدقاء، نحتاج اعداء بس. لازم تخلطون الناس عشان ما حد يكتشف انكم سفاحين. طيب علمي نفسك. ايش قلت؟ قلت بعلم نفسي. يلا الحقوا على المدرسة، تأخر الوقت. ايش رايك اليوم نسوي مشكلة بين المدير والوكيل؟ الفجر ننتظرهم قطيعة، ما بغوا يداومون. لازم نمحي عصابة السفاحة غسق من الوجود. ايوه شعبان اختفوا لي عيالها وجيبوهم لي اليوم. روح للمدير ونقول له ان الوكيل يقول انه بياخذ. يلا وصلوا وجهزوا الخطة والبضاعة. قول له ان الوكيل يبغى ياخذ منصب. لو سمحتوا لحظة من وقتكم، احنا فاتحين بزنس جديد وشرفنا تكونون اول الزباين. اها طب احنا ما شرفنا. اوكي اتفهم، اكيد ما معكم فلوس، بس عشاني طيبة راح اعطيكم عينة مجانية. طيب اخلص علينا، بعدين وين قصة شارك انت بمحل حيوانات؟ هذه عينة من منتجاتنا، ما راح تلقونها باي مكان ثاني ما عدا الاندومي. اول عينة عندنا منوم قوي، رايكم منتج قوي صح؟ حرارتك 38، ما في مدرسة اليوم. بس ما أبغي أغيب، عندي اختبار اليوم. عادي كلمي الأستاذة بكرة تعيد لك، واكسري لها أصبعين لو عيت. كسرت كل أصابعها، ما بقى ولا أصبع. كسري أصابع رجلينها، ولو رفضت اشتكي للمديرة أنها ظلمتك. دايب المدرسات يظلموني عشاني لطيفة. طيب يلا انا مشغولة الحين، انت ارتاحي وابوك بيهتم فيك. طيب ليش لبسة اسود؟ بتروحين العزاء؟ لا رايحة اصنع واحد واعزيهم. هادي ترى ملاك بتغيب اليوم، انتبه لها لا تتعب زيادة وتبدأ تهلوس. اي مالك، ما عندي دوام اليوم، بحط عيني عليها. عندي مهمة خطيرة اليوم، شكلي بموت هالمرة. في احد بيموت بس مو بانت صدقيني. الا انا احس بموت. شكل قصتك تموتين من الفرح إذا نجحت الخطة. شخصياتهم متناقبة، أنت وماما شخصياتكم متضادة، ليش ما تحاول تغير ماما وتخليها زيك؟ يعني بيتنا مثلا نص ألوان وأشجار، والنص الثاني صحراء وصبار، حتى أثاث البيت مقسوم نصين. ملاك أنا ما تزوجت أمك عشان أتحكم فيها وأغيرها، تزوجتها عشان تشاركني حياتي بدون ما تخسر حياتها. ما فهمت شيء. صفزحمة ما توقع راح يمدينا ناكل، عدلي 3 أيام ما أكلت إلا موية. أعطيني فطير جبن وقليل الشعر وواحد عصير كوسة لو سمحتي. خلاص بنات هدوء عشان أقدر أخذ طلباتكم. أعطيني موية مو مشروب نصها، وأنا أعطيني فلوس علاجي من التسمم. مستوعب أنهم طلعونا أول حلقتين وسحبوا علينا. أنا بروح أشتري، وش تبون أشتري لكم معي؟ شكرا، جيبي لي أي شيء من ذوقك ما دام بفلوسك. من قلب فلوسي. هاي فز عطيني 9 فلافل وواحد موية. بنات صفوا طابور، خلوكم نظاميين بسرعة. خلاص ما أقدر أتحمل، ما حد يهتم فيني، ما حد يحبني. يلا بنات على فصولكم قبل أطلع ضغوط حياتي عليكم. وش ذا ما عندنا ناكل شيء، وش تلفزها 3 ثواني. Hmm.
من الشكل كل البنات دخلوا خلاص. فوزية ما تعرفين تمسكين الهارك الموسيقية لحد ما ندخل؟ حاضر أمي سمعيش. وناوية تاكلين فلافل بعد؟ وش ناوية تسوين فينا؟ فوزية ايش فيك حزينة غريبة عليك؟ لأنه ما حد يحبني. لحظة، يعني توك تدرين؟ احنا ما نكرهك بس يعني ما نحبك، عرفتي؟ إيه عادي، شعور متبادل. لكن زوجي لؤي أحس ما يحبني، بازار يكلمني ودائما يصد عني. لؤي أنا رايح أكونها أدمرها، تبي تجي معي؟ تبي أجيب لك شيء معي؟ رامن كيوبي؟ طيب ما فكرت إن السبب عشانك قبيحة من الداخل والخارج؟ مو كل الناس نفس مشكلتك يا شهانة. خلاص يا فوزية، بنسوي لك ميك أوفر ونخليك ملكة جمال. يلا مو مصدقة، شكرا، ما راح أنسى معروفكم لمدة يومين. أهلا وسهلا، أنا كاميلا، كيف أقدر أخدمكم؟ نبغى تسريحة شعر تنعش جمالها، لو بقي منا شيء. أي لو مثلا تسوي لها نفس تسريحة شعري، ولا إيش رأيك فوزية؟ بس أنا أبغى أصير حلوة، مو بطلع مشردة. أحسها راح تطلع أحلى قبيحة بالعالم. أنا ودي أغير تسريحة شعري، لكن زوجة أبوي ماخذ مصروفي كله. مصروفك يا حلا، رح أجمع لسه لين تكبرين واشتري لي تسفين مكنسة كهربائية. ماما ليش تحبين حلا أكثر مني؟ خلاص رح أجمع مصروفها عشان أشتري لي تسفيها فستان يا لولو. مبسوطة؟ لا مو مبسوطة، مين رح يكنس غرفتي بعدين؟ اشتري لي فستان واشتري لها مكنسة. خلاص أنا أدفع لك تسوين شعرك لما نخلص من فوزية. حماس، شكرا، ما صدق. وأنا بعد ودي أغير تسريحتي والله. شو أسوي لأمك طيب؟ رح أغيريها؟ لا بس يعني قاعدة أسولف يعني معكم. لو سمحتي حنا حاجزين موعد قبلهم، ليش دخلتيهم قبلنا؟ أعذروني، هم عندهم حالة طوارئ، ما كان عندي خيار. لا خلاص عادي، دخليهم قبلي ما في مشكلة. بسم الله إيش هذا المخلوق؟ خل أبلغ وكالة الأبطال بسرعة. خل أبلغ تحالف الأشرار، لقينا الشخص المناسب. زين كذا يا شهانة، خرتيهم الله يهديك. لو سمحتوا بعدوا عشان سلامتكم. زين شكون؟ متى بترجع؟ غيريها قبل تصير حلقة مصيبة بالمشغل الجزء الأول. مرة ما لي خلق شي، يلا طفش مرة شسوي. اف بيكاتشو استخدم ثندر شارك. كأنها لخبطت شوي. راح انتقم لأهلي من عصابة الصراصير. سمعت انها هي أم جون. لحظة، المفروض كذا صارت حلوة. نزلي سقف توقعاتك. لو سمحتي حتى حالة تبغى تغير تسريحتها، وأنا بدفع لها عشان عندي فلوس. أوكي يا قلبي، هذه موضوعها سهل. ها خير، أنا البطولة مو بهي. يلا الحين فقط الملابس، أحلى فقرة. لو سمحتي ممنوع دخول الحيوانات الأليفة. لو سمحتي لا تغلطين، هذه استاذتنا. أقصد القطة اللي جنب الباب هذه. أقصد عشانك زي حورية البحر ما شاء الله. شكرا حبيبتي، أحرجتيني. والله أخي استصريفة سمعتها كأني سمعتي يتكلم. أنا قصدي ميو ميو هو هو بقبقي. أحب التحديات الصعبة المستحيلة. أول شيء لازم نتخلص من الفنكة دي، موضة مرة قديمة. لا أنت فاهمة غلط، هذه مو شكلها نقص الفنكة الأسطورية. هذا مناسب عشان يخفي بطونها الثلاثة. لا هذا أحسن، رسمات القماش تشتتنا عن وجهها. خلينا نبحث زيادة. أنتم الثنتين روحوا المخزن جيبوا المشدات كلها، وأنت يا ولد ساعدهم يركبون لها. بنات تخطوا، في ولد دخل. أقصدك أنت. اللي توصل آخر شيء هي الخسرانة. ذول الشايبة مين عدهم سوق الغنم؟ الله يحلل له في أسطى عندهم. أنت إيش كنت تقول عني في الطنزون ها؟ إيش قاعد تقول أنت؟ لو سمحتي لا تغلطين، ما تشوفين كيف أقطر أنوثة ورقة؟ جبنا مشدنا لصقناهم ببعض عشان نكفونها. يلا لا بسؤال، وكلفكم من موضوع حياتكم. واحد اثنين ثلاثة. حسبي الله عليكم على جمالكم. ما صارت عيوني تعورني لما أطالعها.
هي للحين تروع بس أهون من أول. على الأقل صارت أحلى من شهانة بشوي. الجمال جمال الروح يا عدمة الروح. الحين نشتغل على جمال هدا. يلا بنات جمع عندنا مع دكتورة التجميل يلا نروح. مهلا كيف أقدر أسرككم؟ عندنا موعد تجميل الأنسة فوزية. وأي واحدة فيكم فوزية؟ اللي بالنص طبعا. فوزية تعالي وقع على أخلى مسؤولية المستوصف ويوصل لك شيء ورثك كله لي. وش اللي ورثه كله لك وإحنا وين رحنا؟ هذه سوالف نسوان وش دخلك أنت؟ زي ما نشوف فينا هذه الخطوات اللي راح نجريها. أول خطوة راح نزيل التجاعيد، ثاني خطوة راح نشفط اللغلوغ الأسطوري، ثالث خطوة راح نقص الخشوم كلها، رابع خطوة وتقصف الأرض. طيب طمنينا إن شاء الله نسبة الخطر كبيرة والله ياخذ أمانته. مالك احنا على المستوصفات بنسبة الخطورة رايحة رايحة. خير وش ذا الكلام؟ ترى ما بقى لي ارواح كثيرة. فكر فيها تعيشين قبيحة ولا تموتين جميلة. كلام منطقي فعلا. طبعا في نسبة اخطاء يصير شكلك كذا بس قليلة 70% تقريبا. خلاص اسكتي انت وبراطمكي ما بيفكر كثير، يلا على غرفة العمليات. بنات انتم انتظروا هنا ولما خلص من فوزية بيجي دورك يا هنوف. ها دور في ايش؟ ما احتاج شيء. مو بنت اللي محتاجة، اللي طالعونك هم اللي محتاجين. ها؟ اهلا احنا الطاقم اللي راح نهتم فيه. شكلي صرت حولة اشوفهم خمس نسخ. لا بس كلنا مهتمين بجمالنا اول باول. بس شكلك صدق حولة لانهم ثلاث ممرضات. احنا اربعة نزل برات من كراكزي. طيب ليش كلكم نفس الشكل؟ قصدك ليش كلنا جميلات صح؟ لا أقصد يعني ليكون عندك رأي ثاني بخصوص الجمال لأن رأيك مرفوض. بس كلكم نفس الشيء ما لكم قيمة كذا. أنتي وين عايشة ما تشوفين السناب والإنستغرام؟ المجتمعات أصلاً حددوا معايير الجمال المطلوبة مني. لو تبين متابعينك يكثرون والناس تتقبلك لازم تجينهم على الطريق. هنا نساعد كل النساء يندمجون بهذا المجتمع الجميل سواء كان خشمك كبير راح نساعدك تندمجين، أو كانت عيونك صغار راح نساعدك تندمجين، أو كنت عريضة راح نساعدك تندمجين. هدفنا نصنع جيل جميل متطابق وسهل التحكم في جيبه. قصدي يكون راضي عن شكله. الشكل هذا يمكن أحتاج تجميل. الموضوع مو تجاري ابدا صدقيني. اصلا وش نستفيد غير اننا نشوف ابتسامتكم بعد النتائج؟ لا خلاص باقي لها احتاج وقت افكر. تفكرين في ايش حبيبتي؟ الوقت يمر وزوجك ما راح ينتظر مو بهدفك تسعدينه مسكين. لا يدور غيرك بعدين. لا تفكرين احنا راح نفكر عنك. خلاص انتوا افهم مني وبتلعبوا بالوتر الحساس. ايش قاعد اسوي؟ معقولة راح اكون نسخة زيهم؟ براطم مورمة فك مربع وخشمي مثلث. بس اكيد هم يعرفون بالجمال اكثر مني. لحظة طالباتي هل هذا مستقبلهم؟ نسخ من بعض بدون شخصية بدون اهتمامات مختلفة. ما توقعت عندي مشاعر بس ما بيهم يتغيرون. أقول بس أنا فوزية ذكية أجنن زي ما أنا. اللي يحبني يحبني واللي ما يبيني أحسن ما بي. من زمانك تتكلمين على الجمال وهذا شكله. على الأقل ما خليت كل وجهي براطم عشان أغطي نقصي وضعف شخصيتي. أخبض عليها راح نخليها واحدة من الأمام قلب الثمان. قربوا مني عشان أدمر مسيرتكم الفنية. سندريا ما راح اسمح للتذكير بنفسك وبشكلك. قوة التجميل القصوى. بنات الحكوني عندي الحل.
لا تنسون ترجعون عشان الرتوش. او ماي جود، ابغى ستار بوكس وايفون وايربود بسرعه. يا ويلي البنت بدأت تصير بيتك، خلينا ننهي الموضوع. بروح اصور مع ماركات عشان الناس تحبني وتتقبلني. شكلها تحتاج زيادة. بنات قبل ما اروح اتفاهم مع زوجي بقول لكم شيء واحد، كل واحدة فيكم يميزها شيء بشخصيتها وبشكلها، ارجوكم لا تغيرون اي شيء فيكم عشان الناس. وش جاهذي؟ ما ادري سلكي لين تخلص. لو كل شخص كره فيكم شيء غيرتوه بعد مدة راح تخسرون نفسكم وقيمتكم. او ماي جاد حبيت والله يجي منها. يلا عاد ضفوا جيهكم، بروح اتفاهم مع زوجي. لؤي اسمع، انا عرفت قيمة نفسي خلاص، لو ما تبيني انا ما بيك. ها انت ليش ما ترد؟ اها عشان كذا ما كان يرد. دائما انسى انه الازواج يحتاجون موية عشان يعيشون. المرة الجاية راح يكون زواج ناجح بالتأكيد. مو قادرة أنام، خل أطلع على اليوتيوب. بنقول لأخوي أننا كسرنا بلايستيشن 5 الجديد حقه. ترى كسرنا البلايستيشن حقك بالقصد. مقلب مقلب شوف الكاميرا. لا تنسون الشير والسبسكرايب. فل خل اشترك وسناب وش فيه. لحظة لحظة، هذه متى؟ أحلى جامعة طالعين يتمشون وما علموني. لا تنسين تشيلي ملاك من ستوري، لا تذبحنا إذا درت. ولا فكرت حتى تعطوني خبر. ها ملاك عسى حراسك خفت الحين. ملاك حبيبتي أتوقع لازم نحطك في الفريزر. والله شكل أمها اللي بتحطني في الفريزر. مسوين اجتماع العصابات بدون ما تعزموني. برج يمين ويسار مراقب، خل ادخل قدام بثقة. لو سمحتي ممنوع الدخول بدون دعوة. انا رئيسة عصابة السفاحين، ما اعتقد اول مرة اجي هنا. الاوامر واضحة، الرئيس في اجتماع سري، لو ما تحركتي راح افرغ السلاح عليك. يعني تبيني اثبت لك اني سفاحة؟ انت الكلام معاك ضايع، راح انهيك بنفسي. غبية راح تندمين صدقيني. يعني تبيني اثبت لك اني سفاحة؟ ارجو سامحيني توني متزوجة وحامل. اي شهر؟ في الشهر الاول. اوكي بعد 8 شهور بجي اذبحك. واو شكرا. نتوقع حارسة البوابة الشمالية، نسمع اصوات من عندكم، وش مصدرها؟ قولي لها ان بطنك كان يمغصك. ما توقعتي احد يسمع. اش دعوة والله لو بلع طن فول. اجل قولي لها وصيتك. يلا. لا بس مغصني بطني من الحمل، اعذريني. اها طبيعي تصير للحوامل، لكن الله يعافيك عطر المدخل لا يصير لهم شيء. يلا انقلعي، واذا ولدك طلع عنده خدود بسامح. ما اقاوم الخدود. اهلا وسهلا، انا موظفة الاستقبال الجديدة، كيف اقدر اساعدك؟ وين مصعد الاجتماع السري؟ هي بمعلومات سرية جدا، حتى لو عذبتيني اشد تعذيب، يعني لو مثلا مسحتي مكياجي ما راح اعلمك. راح اعطيك هدية ثلاث مواعيد بوتوكس وفيلر. ربع باب على اليسار، بعدها ثالث باب على اليمين، تلقين المصعد قدامك. ادخل كلمة السر الصحيحة، لو غلطت بيطيح المصعد فيك ويتفجر وبتموت. لازم يكون عندك خطة بديلة لو ناوي تذبح ذا المجنونة.
إيش رأيكم نناديها للاجتماع ونهجم عليها مرة واحدة؟ الخطة الأساسية إن قملة يقتلها ويأخذ منصبها، لو احتاج مساعدة راح ندعمه. أهلا وسهلا، ليكم قاطعت حوار مهم. بنات، من تحسن أحلى واحدة فينا بادي؟ أنت صراحة صدق أحلى قبيحة شفتها في حياتي. أحس الجمال جمال الروح، والكوريين طبعا أخ يزينهم. ترى ما يصلح كلكم تقولون أنا أجمل واحدة، لازم تنون. الحين ديما تمدحناها، بسم الله وين راحت جهانة؟ شكلها راحت تطلق مع أحد كالعادة. بنات ساعدوني، ليش أحد ينتبه لكلامي؟ لازم أتعلم فنون الحوار لو ما مت. مش هذه المانجا ون بيس الشابتر الأخير؟ أوه لوفي يلقى كنز ون بيس الأخير ويكتشف أن قوة الصداقة ويذبح أصدقائه من القهر. لحظة ما خلصت قراءة. بسم الله، كأني لمحت ملاك عيونها مولعة. أحسن لنا نهرب بسرعة. وين اختفوا البنات؟ ليش دايم الناس تتركني بسبب جمالي؟ وش ذنبي إن الله خلقني جميلة؟ الحمد لله جيتي في وقتك، كنا نناقش موضوع استبعادك من التحالف والسبب المصاريف الكثيرة. كل الأجهزة اللي أعطيك إياها ترجعلي مكسرة، ومسرح الجريمة دايما دمار ويستهلك جهد مضاعف في تنظيفه. شو رايكم بعضلاتي بس؟ ومع لبسي كأني نمر عربي. للأمانة كأنك بقرة عربية بذا اللبس. عادي تنضمان، ما أقدر أركز على جمال يمن. أوبا، من علمها عن الاجتماع كلمة السر؟ شكرا على صراحتكم معي، كلامكم كله منطقي، بس أنا عندي حل أحسن. أصبر خلني أتفهم، ما تغني على كذا. الرصاص أنا متفجر، اهربوا. بنات ايش ناوية تسوي فينا ملاك ليكون بتجلدنا؟ ماليش تأخرت عليكم، كنت ألبس ملابس الذبح والصلخ. اوه توقعت بتجلدنا بس. يلا خلونا نبدأ بسرعة عشان تعبانة وما فيني حيل. كأنها طولت شوي. لازم تسحبينا بقوة وبسرعة بنفس الوقت، تعرفين فكين عشان اساعدك. الحين جهانة بتساعدنا، والله انها فزعة. تفضلي ملاك، شغلت لك وجاهز للاستخدام. شكرا جهانة، ما ادري شلون كنت بقطعهم بدونك. قليلة الخاتمة. يلا انا استاذن، اذا احتجتيني في شيء دق علي. احتاجك تجلسين عشان ربطك يا حبيبتي. طبعا زي ما تشوفون هنا راح اعلق روسكم بعد ما اذبحكم، عشان كل يوم اشوفكم واتذكر ايامنا الجميلة. هي ملاكي قليلة الأدب، ليش تخطفينهم ولا لا؟ ها؟ قاعدة تستهدف الرئيس، احموه بسرعة. نهايتك بتكون اليوم. والله حماس، مين تتوقعين يفوز يا فاهية؟ ما حد، إن شاء الله كلهم يموتون ونفتك. ما راح أسمح لها تخرب كل شيء بنيته. لازم أنتظر الفرصة المناسبة عشان أتدخل. مين بينهم الخاين اللي متعاون معها؟ Thank you.
صدقيني. هرمون حول وضع الهجوم وساعد قملة واذبحوها يلا. لكن حمايتك أهم من هزيمتها. بالوضع الحالي قتلها أولويتنا. أخلص. احنا كل يوم احد خاطفنا، وش كثر اللي متمشكله معهم امي. احس المدرسه صارت مره طفش يوم غبنا. شو رايك اليوم نبدا صفحه جديده ونصادق الدوافير وما نتنمر عليهم؟ الموضوع انتهى اسرع من المتوقع. شكلها ماتت، ما بغوا يذبحون هذا الشهبة. هذه متلبسة جني أكيد. فشلتني قدام الرئيس. خلونا نخلص من الموضوع بسرعة، بروح أسوي الغداء. ما أعتبرك صديقتي حتى لو سحبت علي عادي. ما تذكرون يوم سولفت معك بالغلط بالفصل، ويوم مشيت معك بالفسحة عشان كل صديقاتي غايبات؟ يا ليل خلاص ادخلي خلق ربطك، اشغلتينا. يا ماما أنا خايفة صديقتي خطفتني. اعترفي ملاك، صح أنا أول واحدة فكرت تخطفينها. أنا عن نفسي مرتاحة، بالعادة مرت أبوي تربطني أقوى من كذا. شكرا ملاك على عطفك. ماما انتبهي لا تموت، بكرة صديقاتي بيجون وما في خدامة. اذبحيها بلا دلع، لا تخلي مشاعرك تتحكم فيك. مسكين اللي فيها مكفيها، خليها تروح، هي ميتة ميتة. ما عندي مكان الخمس جثث، عشان كده بطلق سراحك، مو بعشان رحمتك، فاهمة؟ سلام بنات، بقول الأستاذة بكرة انكم متوا عشان تأجل اختباركم. هذه فرصتي الوحيدة عشان اتمنى من هذا الموقف. ملاك اطلق سراحنا ولا ايه؟ بنات بدأنا الطريق ما اقدر اتحكم فيه. الله يرحمنا. أذكر كنت تبين تغيرين ديكور غرفتك صح؟ فرصة مناسبة عشان أتدخل. نظافة ريحة توفير. كل اتعد حدود طاقتي. أحس قلبي بينفجر. هم ناويين يعقدون الاجتماع بكرة الصبح عشان يحددون كيف يقتلونك. لا حد يتدخل بيننا خلاص. يقطع أم الثقة، مين كان بنساعدك؟ عندك شيء تبي تقوله قبل تموت؟ هذا الجهاز يفعل العد التنازلي لتفجير البرج كامل، ومعلومة مهمة لازم تعرفينها، أن أولادك محبوسين تحت البرج. لو قتلتيني القنبلة راح تنفجر خلال ربع ساعة. قدامك خيارين، الأول أنك تقتليني والبرج يتفجر وعيالك يندفنون تحته، والخيار الثاني أنك تنزلين وتبحثين عنهم بالمتاهة، وراح أعطيك نصف ساعة تنزلين تدورينهم، لو ما لقيتيهم بهالمدة بيقتلونهم الحراس. ها وش تختارين؟ أنا عندي خيارين لك، الأول أنك تموت، والثاني أنك تموت. ما توقعت شيء يصير، احد يتصرف ارجوكم. ما توقعتك تهتمين لهالدرجه.
النت انقطع ولا يشوفك لبحق عزوان. آه خلاص النت رجع صح. علمني إذا ماتوا كلهم عشان أرجع البيت. ملاك انتظري خل أشرح لك. خلاص ملاك وانت بينا نطلع تبين نسوي لك نيو لوك. أنا اللي بسوي نيو لوك لوجهك الحبيب. ملاك خليني أفهمك اسمعيني. يبون يستغلون طيبتك اقتليهم. لا حرام نورة صدق طيبة كنا بنتك عليه. قرقر كثير ما يبغى. بما اني قتلت الرئيس دولاب بكون انا. الله يقلع هذا الجحش عجن امعائي. ملعب صابوني. يا ساتر ما اقدر احس برجلاني. اه صح نسيتني. درب الفنانة. نداء لكل الحراس توجهوا القاتل الاجتماعات بسرعة. فهي دوري معي الجهاز عشان أوقف القنبلة. قدامنا 10 دقايق بس. إيه قاعد أدور بلكيت للحين. ليش اخترتي تقتلينا؟ كان عندك مجال تنقذين أولادك وتنقذين نفسك. ها لقيتي شيء عندك؟ لا توي أصلا إيش قاعدين ندور نسيت؟ لأني ما أسمح لأحد يتحكم فيني أو يضغط علي حتى لو كلفني هذا الشيء حياتي. كنت أتمنى نهاية مختلفة لصداقتنا لكن ما تركتي لي مجال. أنا ناوية أزعلك من سخافة سوافك. جاية تطلبين فلوس بتلتقى بعد. بروح أسولف مع جدار المدرسة يضحك أكثر منك. أنا بدفع لك لأن الصداقة عندي أهم من الفلوس. زي مبروك يلا أعطيني فلوس بس. سوي نفسك عندك مشاعر على الأقل. والفلوس ما جمعتها بعطيك إياها قريب. الفسحة خلصت كل واحدة على فصلها. لا حولكم ضفادع. ارجع لقبرك يا العجوز. منات أنا محتارة أكمل دراستي ولا أتزوج واحد غني وبس. أنا أقول كمل دراستك لأن ما حد طالب في وجهك معفن. أتفق معها بس المشكلة أنك غبية حتى في الدراسة ما تنفعين. شكرا أنتم أسوأ أصدقات. الله يخليكم لي. وش حلمك بالحياة يا ابتسام؟ حلم أنك تنطمين وتفككين القنبلة حقتك لأن تسيمي الواجب بعد 10 دقايق. باقي وقت بفككها بعد شوي. أنا خلصت. لو تبين أفكك قنبلتك أعطيني 27 ريال. أنت لو قالوا لك تذبحيني يعطونك 1,000,000 ريال كان وافقتي. لحظة كان بيعطوني لو ذبحتك؟ وجع أقول لو. يلا بنات كل واحدة تسلم الواجب بسرعة. أستاذة أنا توني ما خلصت. لو تسمحين تعطيني وقت زيادة. الموضوع ما يبغى لعبقرية. هي كلها سلكين أحمر وأصفر. لو قطعت السلك الصح تاخذين درجة كاملة. لو قطعت الغلط تنفجرين. فوزية ترى وجدان عندها عمى ألوان لازم تعطينها وقت زيادة عننا. لا والله تناديني فوزية بعد عمى بعينك. أسفة قصدي جدة فوزية. برات وياها. شكرا انك فزعتي لي. تكلفة الفزعة 51 ريال. تبين تسددينها؟ ما حضر منك. أقول أعطيني فلوسي يا الحرامية. يوجع يوجعكم ازعجتونا. وقفوا يلا. أقول انضم يا عجوز النار. أبيك ترى معلمة. قتل المدرسة عقوبة الطرد من المدرسة بس فوزية عندها 15 روح. بنسامحكم لكن فوزية راح تعاقبكم.
عقابكم تساعدوني أدفن أزواجي. حنا في مدرسة الأشرار، ليش يعذبون إذا صرنا أشرار مع المدرسة؟ أنا والرياضة الفوزية باقي لها 14 روح بخلصهم كلهم. خلاص انطموا، يلا امسكوا ادفنيهم زين، لا تزوجبوك الحين وخليه يكتب البيت باسمي. أصلا أبوي ميت اللي معفنا. إيه صح، نسيت إني تزوجت قبل سنة. لا أنتم كذا زودتوها، لكن أثبتوا لنا أنكم أشرار صدق، عشان كذا ما في عقوبة. هيه، وش اللي ما تعاقبهم؟ ما في احترام للمعلمة؟ مسكينة فوزية تكسر الخاطر، عجزة تلقى الحب الحقيقي. إن شاء الله تلقى الكره الحقيقي وتعيش بتعاسة أبدية. شو يسوي ذا المجنون؟ ها أنت سوي تجارب على القطط ولا وش؟ لا قاعد أعالجها عشان فيها إصابة. ليش تعالجها؟ وش تستفيد؟ ما تقدر تأخذ منها فلوس ولا شيء. ليش ما نقتلها هالمسكينة عشان ترتاح من هالألم؟ بسم الله، من وين جايبين أنتم أفكاركم الدمار هذه؟ من مدرسة الأشرار. أها منطقي أجل. تدري أنك أغبى شخص قد شفته بحياتي؟ حتى أغبى من فوزية. أحس هو مو غبي لكن مخفى. غبي ومخفى لا يهمك. كيف تضيع وقتك على هالسخافات؟ الحياة فيها أشياء أهم. لأنهم يحسون يتألمون زينا بس ما يقدرون يتكلمون. بس واضح أنهم يقدرون يعضون. وش بتفيدك هذه الأشياء؟ بعدين مفروض طموحك يكون مناصب وثروة، هذا الأهم. أولوياتنا مختلفة، أنا أشوف حياة لها قيمة كذا. لكن عندي حل، شو رايك تشتغلين معي شهر براتب تساعديني أهتم بحيوانات الحي وكذا كلنا نفوز. هو أنا بفوز بس ما عليه. حش جوك. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. تدرين الحيوانات تتذكر موقفك الحلوة معهم؟ أتوقع أقدر أدربهم يسوقون فلوس من الناس. شكل ما رح يمديني أجمع فلوس عشان أجدد صداقتي معك. خلاص اسمعي، دامك مرة تبغين تصيرين صديقتي تخليني أصير صديقتك ببلاش؟ أوكي لا تتحمسي، بس بسوي لك خصم 10% وبمدد المهلة يوم واحد. واو شكرا، أنت أطيب مصلحجية. طيب يلا خلنا نسوي المهمة قبل ما يفقع وجهنا موري جماك. Hold my breath, looking up. Life moves in ways. أول مرة أشوفها تبتسم، شكل تفعلت مشاعرها بالغلط. You and me, it's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes. تصادين الحيوانات أجل، ليكم بكرة ناوية تصادين البشر بعد؟ سوي نفسك الشخصية المتنمرة وفي وجهك بس، بعدين هي تساعد بفلوس مو ببلاش. لو يدري المدير انها تسوي اعمال خيرية حتى لو بفلوس بيطردها. طيب روحي علمي لو عندك دليل علي. ليش نتعب نفسنا؟ طيبتك راح تفضح قريب. تفضلي، هذا راتب شهر كامل. لو طلع ناقص ريال بسوي منك سلطة أنت وقطاوتك. إيش رايك تشتغلين شهر ثاني معي وبزيد راتب؟ ما أقدر لأن بنبدأ تدريب مكثف. بس أنت كنتي مبسوطة أمس مع القطط، ما تقدرين تساعديني بعد الدوام؟ أمس كنت مبسوطة لأن الراتب بكرة عشان قططك وسخافاتك. يعني كل شيء سويتيه عشان الفلوس بس؟ توقع بعد هالشهر بصير كيوت ولطيفة وتتغير حياتي وهدافي. اليوم آخر مهمة لكم قبل التخرج، مطلوب منكم تقضون على عصابة خطيرة مسيطرة على شمال المدينة. عادي أروح معاهم أساعدهم عشانهم عزيزات على قلبي. خلاص فوزية بتروح تساعدكم تقضون على عصابة حريم الحارة. لحظة، العصابة اللي بنقاتلها ما فيها رجال؟ لا بس حريم، من اسمها واضح. يهو تذكر، في أوراق لازم أصححها. باي. لكن أنتي ما خليتيها بهزء، خليتيها بطنازل. أمي ما تبيني ألعب معك عشان في الدمر. أمي ما تخليني ألعب معك عشان أنت قردة. وش ذي المهمة الحوسة؟ شلون نقتلهم قدام عيالهم حرام؟ لو يسمعك الرئيس فصلك من المدرسة. أنا أشوف نستدرجهم برا. ماما ما أطلقت عليها. آف يا حبيبي عبود، يلا يا حلوين من يبغي يلعب صدى مع الضيوف؟
ابتسام شو اسوي؟ ما اقدر اقاتلهم. الخطة ما كانت كذا. معيني بعطيك وقت تهربين وترجعين للمقر وتجيبين غاز منوم. ثلاثة اثنين واحد. بس انتي مصابة، كيف بتقاومينهم؟ ما عليك مني، انتي روحي بس يلا. ليش ابتسام قالتني اهرب وهي مصابة؟ هل تحاول تحميني؟ بس هي مصلحتية ما تفكر كذا. نحتاج غاز منوم، في اطفال قاعدين يهاجموننا في الحديقة. ميزانيتي المهمة محدودة، ما راح اصرف عليها زيادة. بس حريم الحارة يستخدمون اطفالهم درع. وش رايك بعد ارسل معك اسرة عشان تنومون الاطفال فيهم، ومربيات بعد عشان يهتمون بالاطفال؟ طب عادي ارجع اساعد صديقتي. لا ممنوع، انت مو بمؤهلة للمهمة، ارجع لفصلك. الو، المهمة فشلت وعندي إصابات خطيرة، أحتاج مساعدة بسرعة. وش الفشل الذريع هذا؟ بعد كل الفلوس اللي صرفتها عليكم بالتدريب، هذه النتيجة؟ بس نجحت بكل مهمات قبل، نفلتها بكل احتراف. الحين أحتاج مساعدتك بالمقابل، لأني راح أموت من إصاباتي. أنت من تحسبين نفسك؟ تراك مجرد أداة استخدمها بالمهمات، تموتين في مية غيرك، وإذا بدايتك كذا يمكن أحسن تموتين. كيف انتهت قصة حياتي بهذا الشكل التافه؟ توقعت بالمصالح والمناصب حياتي بتكون حلوة، بس كان في شيء دايم ناقصني. ايش هو هذا الشيء؟ اخيرا وقفتي مكانك، دوختيني. يلا خلينا نرجع البيت، شكل المطر مو بقوة. الو الاسعاف، في شخص مصاب ساعدته وصرت مصاب معه، ممكن تجون تنقذونا؟ شكرا انك انقذتني، توقعت انك تنقذ الحيوانات وبس. كل الحيوانات تستحق المساعدة، ما حد احسن من احد. قصدك اني حيوانة؟ قصدي كل المخلوقات تستحق المساعدة. كانت تجربة سيئة لكن فتحت عيني على اشياء كثيرة. يعني خلاص بتتركين المدرسة؟ ما اقدر، لازم اشتغل مع المافيا لين اسدد لهم تكاليف دراستي، او يعني تعرف بيقتلوني. في طريقة أقدر أساعدك فيها؟ تقدر تساعدني ما أموت إلين أسدد ديوني وأقتل المدير، وبالمقابل راح أساعدك مع قطاعتك. ما أحتاج مقابل المساعدة لك، أنا مبسوط أني أساعدك وأسهل حياتك. ابتسام سامحيني، ما قدرت أرجع أساعدك، المدير رفض. كلنا غلطانين، أنا صداقتي كانت مصلحة، أنت تخليتي عني في موقف صعب. لا تخافين، ما أكرهك لكن ما أحبك. راح أدربها وأخليها أقوى بنت بالتاريخ. لا نقرر عنها شيء، خليها تكبر وتحدد بنفسها. واضح أنها حددت وخلصت. يا خلاص لقيتها شوف. هذه سكين، انا قلت لك تدورين جهاز توقيف القنبلة. داهية الوقت مو بصالحنا، عطل القنبلة بسرعة. لحظة، هذا اللي تدورون عليه؟ ان شاء الله ما تبين علي كده في حلول ثانية. احنا بنتك عليه. قرقر كثير ما يبغى. ليش طعنتيني؟ مريولي انشق وكله دم وما عندي مريول ثاني. ما راح تحتاجين مريول في قبرك، لا تخافين. اي صح اشوى، اجل باي.
وش ذي الميدالية الكيوت؟ هذه ميدالية شرتها لك نورة وإحنا رايحين السوق. لو سمحتي أبي أشتري هالميدالية لصديقتي عشانها غايبة ومالت معانا اليوم وهي تحب ذي الأشياء. تدرين أنك تقدرين تشترينها بدون ما تقولين لي قصة حياتك؟ أنا إيش سويت بصديقتي؟ يا ليتني طعنت شهينة بديلها. ما أصدق إنها ماتت، للحين أسمع صوتها كأنها بيننا. هديل ما ودي أقاطعكم، بس توي مامت، لو مو مشغولين ودوني المستشفى. يلا بنات خلونا نوديها المستشفى بسرعة، نحتاج سيارة. لا ما يحتاج نروح المستشفى، أبوي موجود في البيت، بخليه يعالجها أسرع. بابا خطفت صديقاتي وطعنت واحدة منهم واحتاج تعالجها. ملاك كم مرة قلت لك ما يصلح نخطف أصدقائنا ونطعنهم؟ 300 مرة، بس خلاص وعد، هذه آخر مرة طعنهم، أو يمكن مرة واحدة زيادة. شطورة بنتي ملاك، يلا خذيها نزليها للقبل غرفة العمليات وأنا بتجهز. أبشر ورجاء لا تتأخر، ترى حياة الناس مو لعبة. شوفوا من يتكلم. يلا بنات بسرعة جيبوها هنا. لحظة، ليش عندكم غرف عمليات في البيت؟ عشان نسوي مهمات كثيرة وتجينا إصابات وأبوي يعالجنا. ليش أنتم ما عندكم بيتكم؟ أوه لا، لأننا ناس طبيعيين. وش رايك تسوين لنا جولة في القبو حقكم؟ بنات نوعا ما قاعدة أموت، ليت نستعجل. يلا غرفة العمليات جاهزة، جيبوا المصابة. أرجوك يا دكتور عالجها. لا يا شيخة، صدقين كان بيصور جنبها بس. نورة بتموت يا دكتور، صح؟ أكيد بتموت. شهينة لا تصيرين سلبية، كذا ترى تأثرين علينا، ممكن انزالك لو استمرتي كذا. وأنا ممكن أدق على مستشفى المجانين يجي ياخذونك المجنونة. وأنا بدق على مستشفى العيون عشان ياخذونك. ثبتك نايمة، اشتق المستشفى العيون. لأني بفقع عيونك الحين. بنات كلية نورة مقطوعة، نحتاج أحد يتبرع لها بسرعة. أنا ودي أتبرع، بس بنتك الكريمة فقعت كليتي قبل سنة عشان نسيت اطلب لها من ماك. احمي ربك تبرات بكليتي لك وقتها. انا ودي، بس اختي متسلفة كليتي. لحظة خل ادق عليها، هي تبيع اعضاء بشرية في السوق السوداء. هلو. هلا اختي، صديقتي نورة مفقعت كليتها ونحتاج كلية، عندك قطع غيار؟ لا والله كلاوي مخلصة عندي، بس عندي كبدة لو تبغون. هي الدكتور تقول عندها كبدة، ينفع؟ لا ما ينفع. الله، اشتهيت سندويش كبدة مع شطة. اوكي شكرا اختي انك ما قد فتيني بحياتي. عفوا شرف لي. لحظة، ليش في فرن في غرفة العمليات؟ وش عرفك بالطب انتي؟ صح، ليش ما تتبرعين لها انتي؟ ليش اتبرع؟ يمكن هذا يومها خلاص. فكري فيها يا ذكية، لو تبرعتي بيكتبون عنك في السوشيال ميديا عن كيف ضحيتي بنفسك عشان صديقتك، وبتنشهرين والناس تتابعك. مسكينة نورة، واجبي يحتم علي اني اتبرع لصديقتي بمعدتي. مو بمعدتك، كليتك. حلفت عليك اعطها معدتي بعد، اروح في دواني. واو سبحان الله، يوم راح اتبرع بكليتي لصديقتي، لان الكلية يجيب دالها كلية، بس الصديقة ما لها بديل. شكلها تحسب الكلية تنبت بعدين. ملاك انت الممرضة، روحي خدريها عشان نبدأ. حاضر حاضر. ويعني السبب الوحيد هو طيبة قلبي. انه مشهورة. هديل راقبي نبض نورة بالشاشة وعلميني لو صار شيء. وانا وش تبغاني اسوي يا دكتور؟ ابغاك تحافظين على هدوءك. قصدي يقول لك انطم يا زعجتينا، بس ما يبي يفشلك. ولو الخطوط في الشاشة اختفت وش معناه؟ معناها ميتة. ايش؟ دكتور ما في شيء في الشاشة، ما في نبض يتحرك. مستحيل، كيف؟ انا وقفت النزيف. دكتور ما في نبض بالشاشة، ما في شيء يتحرك. اخيرا لقيت باب سري يطلعنا يا سعيد. ايش؟ وين راح اخوك؟ ومن وين طلعت هذه البوابة؟ اخوي هرب معها، ارجوك لا تعاقبني، انا مسكين. لحظة احس بدوخة بسيطة، شو السالفة؟ ليش تتوقع اختفونا؟ اكيد امي متهاوشة معهم، كل ما انخطفنا تطلع امي السبب، تعودنا. لا يا ليت يخطفونا مرة ثانية. وجه وش ذا؟
دمرت منصبي وخططي. باللحظة الأخيرة قدرت أتصرف. في أمها دي مستعجلة على الموت. لا تتركني لحالي أرجوك، أنت أهم شيء بحياتي، ما أتخيل أعيش بدونك. لا تخافين علي أنا بخير، أهم شيء أنت تنجين من هذه المصيبة. مين كلمك أنت؟ قاعدة أتكلم مع جوالي. أرجوك خلك معي، أرجوك. واحدة من العيون انفقعت، يلا باقي ثانية على الأقل. انجي بحياتك وتركيني. وقع أمزح، تعالي ساعديني، كنت أسوي نفسي بس. لازم أعيش عشان أدافع عن كيف أب بتويتر. لا جوالي طاح. جمن أبا. البرج بيطيح فينا. غصق ما في وقت، اركبي على ظهر الغوريلا بسرعة. كأني بخليكم تهربون. بتهاجم رجلين الغوريلا أكيد. كلمت المديرة اليوم، قلت لها لو ما تعاملني زين بقدم استقالتي. وش سويت يوم قلتي لها؟ فصلتني. عندكم شاحن جالكسي بطاريتي خلصت. مو بقصدي اقاطع لحظتكم الدرامية، بس عادي تساعدوني؟ غلطتكم انكم ساعدتوني، راح اقضي عليكم قريب. ليش ساعدتيني؟ ما أبغى أتخلى عنك مرتين يا صديقتي المصلحجية. ما تغير فيها شيء هالمصلحجية. كانت بتنقذني من الحجر اللي بيطيح. عندي نسخة من عقد صداقة في البيت، تبين تجددينه؟ والله ما أدري إيش كانوا بيسوون بدوني. قلت لها الشركة مو بشركة أبوك، وطلعت شركة أبوها صديق. وقلت لها ان صديقتي تتفق معي، وفصلتك انت بعد معي. دكتور ما في نبض بالشاشة، ما في شيء يتحرك. لحظة متى مداها تشبك ذي؟ اشوى بس سلك الشاشة مفصول. برفع جرعة المنوم، بخليها تنام لين يوم القيامة. يلا خلوني اكمل العملية. يما تخيلي اول ما طلعنا من تحت القبو انفجر البرج. قهر ليتني ضغطت الزر قبل عشان تختبرون قدراتكم صح. واو حب الام ما في زيه. كنت احلم اني في حفلة بلاك بينك، ليش قومتوني؟ الحمد لله على سلامتك، شكلك صرتي زي فوزية 700 تروح. خوفتي نالي، حسبي الله على من كان السبب. ملاك أمك خلصت مهمتها الأخيرة وجاية بالطريق، خلونا نحتفل مع بعض بهذا الإنجاز. صرت مشهورة ولا توي؟ تعرف ترقص أحسن مني. توي مبدلة كليتي وتعطيني كولا. هلا والله بنتي رغد، اخبارك؟ تجينا اليوم حسبي الله، قصدي ما شاء الله. الدرس الاول خليه معك سكين، واذا قاطعك احد اقطع لسانه. طيب
طيب اسكتي بقول لنورة. نورة اختك رغد بتجي اليوم، جهزي طقوسك المعتادة. الله صدق ما بتجي؟ إذا جد. واو يما معلوماتك دائما قيمة. أقول رتبي وانت ساكتة. هلا لا ما أخبارك علومك شو مسوية؟ أختي وعيالها بيجون اليوم عادي تتبنوني. هل أجهز مسلسل تركي؟ المسلسل التركي الشاب الوسيم الغني الذي يحب فتاة خائسة وفقيرة ولكنها لا تحبه وتحب أخوه وأخوه يحب واحدة غنية والغنية تحب أخوه. قصة غير مكررة أبداً. واو شكلها قصة غير مكررة. نوري يا نوري أنا جيت. أخيراً جيت وجهزت لنا مفرحات ومسلسلات ولا أحلى. لحظة ليش صوتك زي هديل؟ ما في ميزانية مشي مشي. طيب ايش فيك مستحية؟ ادخلي جهز لنا اجواء ولا احلى. لا نورة معليش انا مستعجلة جيت احط عيالي وامشي. ها لا مستحيل اكيد تتغشمرين مو من صدقك. وش فيك والله انهم طيبين كافين خيرهم شرهم. تذكرين لولو وهي مدخل القلم في راسي؟ طيب مسكينة كانت تبي ترسم على وجهها بس. وحمود يوم يدخل الشوكة بمخي. لا حرام عليك كان ما يتجوع المسكين. زومبي ذا مو بولد. يلا سلام نورة حبيبتي. لحظة لحظة نتفاهم. طيب اذا احتجتي شي لا تدقين علي. يلا باي. عطيني فلوس علاجي على الاقل قبل لا تروحين. اف يلا يمكن كبرة وعقر. هلا والله بالحلوين تعالوا سلموا. انا اول عادي عادي ما حد شاف ما حد شاف. اخيرا باخذ بريك منهم لو يوم واحد. اخ اخيرا اقدر انام. اخ هي انا اول واحدة مسكت الكورة. وخر العبوا فيها مع بعض. طيب اقول لك وخر. مو بطبيعيين هالبزران اي شيء يلمسونه يتدمر. شكلكم تعبانين من الطريق. ايش رايكم تاكلون ايس كريم؟ ثواني ادور لكم ايس كريم. العفاريت وصلوا. ما راح انسى يوم علقوني في الشجره. من الصبح اقول لكم اسمي سوسو مو بنياته. ما راح نتاكد الا لما نكسر اسمه ونشوف ايش داخله. ابعد عن الشر وغني له. اذكر كان في ايس كريم ورا اللحم. اسفة خالو نورة كسرتها بالغلط. دايما بالغلط مو مشكلة. اها لقيت الايس كريم. هي ها انتم تستهبلون معاي. اسف كنت قاعدة احاول افقع عينس بالغلط. الله يعديه اليوم على خير. نورة انا توجي من الدوام وتعبان ما ابي اسمع ازعاجهم فاهمة؟ ان شاء الله يبا. ايه صح وش طار على سفرتنا الكوريا. استغفر الله يحمدون ربهم اني بنتهم. عيدي وش قلتي؟ أقول الحمد لله أني بنتكم. يلا آيس كريم بابو عشانكم شاطرين ومؤدبين. أهم شيء لا تسخن الكنبة عشان ما تذبحني أمي. يا ويلي عز الله أمي بتذبحني. خلوني أقلبهم وأخفي الأدلة كأن شيء لم يكن. خالو نورة آيس كريم طاح في الأرض. أنا الحمارة أعطيكم آيس كريم. اسمعوا روحوا غرفتي شوي لين أخلص تنظيف. خلوكم مؤدبين عشان ألعبكم بجوالي. نورة انتبهي ليوسخون الصالة ترى توي منظفتها. ايه اصلا ما قربنا من الصالة لا تخافين. الله ياخذ ايس كريم بابو. واللي اخترع ايس كريم بابو كيف المؤدب يجع. ترى بجيب فوزية تأدبكم. حتى شوطة الاطفال مسكوني. لا نهائية وما بعدها. لا تخربون صور بيتي اسم. خلاص وقفوا دمرت غرفتي. ابوي يقوم بيذبحنا. خالة نورة ليش غرفتك كذا حوسة؟ يا حيوانات اطلعوا برا. لا يلا يلا قلع يلا حلقوا قدامي يلا عندنا. فقيرة نقدر ارتاح شوي. هو وش ذا شي بسم الله وراي يتحرك. او ماي جاد سكرها لأصابعها. يا الله اني اسفة. شرايك وديك البقالة. أخيرا قصتنا برات جديدة بدل اللي تكسروا. كيف ترجع البيت الحين؟ بسم الله نورة عش صاير.
إلى اللقاء يا أمي، ما أقدر أتحمل الوضع زيادة. أقول تعالي بس والله ما تخليني أجلس معاهم الحالي. أحلى نوم ما نمتها من تزوج. سلام، جيت أخذ الأولاد. بسم الله، وش صار؟ أوه مرة كيوت، خل أخذهم صورة وهم نايمين. أرسلي لي الصور على الخاص.